عسلامة. عسلامة. قد من فؤاد بالحسن. تشرفوا. فؤاد قلت لنا اليوم اللي كنت انت عشت في الغربة معناها فترة، تحب تحكي لنا على تجربتك البر، وين كنت ساعة؟ كنت في باريس، كنت نعيش في باريس. عشت في باريس حكيت 15-16 سنة. كيفاش مشيت الغرب؟ والله مشيت وقتها كانت الدنيا من غير فيزا، من غير حتى شيء. باسبوري وخذيت خرجت، عندي اخواتي غادي ديجا قبلي، خلطت غادي نلقى اخواتي موجودين. خدمت في الـ في الـ في المارشي في الليغر، وكان عندنا واحد يكون منا عنده في اسمها والله نسيت البلاصه، عنده في المارشي عنده نصب كبيره، كنت نخدم معه وكل شيء. ومن بعد انا ميكانيسيان بطبيعتي، دخلت في الميكانيك، عندي واحد عرفني بواحد اسمه عنده جراج اسمه جول، دخلت معاه نخدم ميكانيك هيك. وحتى لين قداش قعدت غادي؟ قعدت حكيت 16 سنة، وحتى في المكتوب روحت انا لتونس ديفينيتيف، عملت في سيار وعملت كل شيء. قعدت خويا لتوا غاديك ديجا الايامات هذوما، عندي ولد خويا جا لهنا وبحذايا جا يعدي في ايامات، مشى الجربه وجا ويعدي في ايامات لهنا ويروح. دونك تزوجت غادي ولا في تونس كرجال؟ لا لا في تونس، تزوجت في تونس وعندي ثلاثه اولاد ومتزوج هنا ولاباس والحمد لله. انت تو حاليا مستقر في تونس، ماني عاودتك قلت لي ديفينيتيفمون لهنا، علاش وقتها قررت خذيت القرار هذا؟ والله خذيت القرار وقتها عندي الوالده توفات وروحتك اللي قلت يزي وعييت غاديك واحد قعد خويا شد في خويا صحيح سامع، قلت له لا سي اكلي، وانا ما عنديش هك الفكره اللي كي مشيت لفرنسا، مشيت عندي هك الفكره اللي باش نعمل شويه فلوس نعمل واحد ونروح نعمل حاجه هنا في تونس. وديجا كي روحت عملت قهوة لهنا واحد وقعدت لهنا نعيش في تونس، عرست وقعدت نعيش في تونس. أكثر صعوبات معناها كي مشيت الغادي يعني حسيتها شنو ديما تتفكرها في بداياتك؟ والله في بداياتي الأيامات الأولى شهرين ثلاثة أشهر الأولانيين قلق، وبعيد على الغربة وبعيد على أمه وبعيد على أبوه أكلي، أما شوية أخواتي عوضوا لي يعني شوية. وكنت انا كلي كي نحب نروح وخويا ديما يشد فيا اللي تستانس حتى استانست مشيت كيما اليوم فقت بروحي نلقى روحي عنده 16 سنه. رغم انه كان بحذاك يعني اخواتك، لكن حسيت بقيمه تونس والغربه يعني حسيت بالغربه رغم انه كانوا بحذاك اخواتك، لكن معناها الوطن والارض يعني التراب التونسي حسيت بقيمه. بالطبيعة تونس وإن جرت عليا فهي عزيزة، بلادي بلادي زايد بلادك، وقت اللي ديجا نحن غادي كي نبداو غاديك في الغربة، حتى توا الناس اللي في الغربة غاديك كي يبدا غاديك يبدا مشتاق لتونس، مشتاق للكلمة التونسية، مشتاق للواحد. دونك ماذا بيه يروح ديما البلاد، وماذا بيه بلادك وحدها، بلاد وحدها، ولو مثلا ما نعرفش انا فما حاجات مثلا خلاصات خير حاجات خير، اما تونس بلادك بلادك زايد، ما بعد بلادك ما انت ترعرعت فيها، تولدت فيها، عشت فيها، امك وابوك اجدادك كل هنا في البلاد هذيا. أفر العائله معناها والام والبو، يعني شنو تشتاق كنت لتونس وانت في الفتره هذه؟ والله هي تشتاق، شنو اللي تشتاق هذيك؟ تشتاق مثلا تحب تشوف تونس، تحب مثلا تسمع الغناء التونسي. كنا في فرنسا الغناء كله تزيري وكله وكل الراي وكله وكل، دونك كل تشتاق حتى الغناء التونسية، حتى الغناء التونسية تشتاق لها في تونس. أكيد راكم لقيتوا معنا توانسة غاديك يعني تجتمع تفرح يعني تلقى تونسي وتجتمعوا غاديك وتتقاسموا ذكريات حاجات هكا. بالطبيعة توانسة برشا توانسة غاديك، فك المدة ذيك أنا وقتها طلعت في عام 80، دونك كنت توانسة برشا غاديك. وأما كنت أنا كنت حاجة ما خلتش عندي صحابي، عندي صحابي توانسة ونقعدوا مع بعض أخواتي وصحابي وكل شيء، أما وعندي ديجا سابقيني صحابنا من تونس من هنا قدوم في فرنسا، وعندي ولاد عمتي يعني عندي بنت عم امي ولادها غادي زاد خالتهم، يعني ياك لي اون فامي، كنا اون فامي ما ندوروش بالناس الاخرين، صحاب خفاف كاو.
كي تجتمعوا يعني شنو تحكي وشنو تتفكروا معناها؟ بالطبيعة نتذكروا الذكريات نتاع تونس ونتذكروا كيفاش حتى الميزير اللي فيها الواحد يتذكر الواحد كيفاش كان يقعد في القهوة الفلانية كان يمشي للبلاصة الفلانية لافينو كيفاش كان كيفاش توا ولا يعني اللي ذكر الذكريات ذكريات تونس هكا واحد بخصوص الماكلات يعني كي تطيبوا ماكلة تونسية ولا تاكلوا مع يعني كيفاش يعني فيكم فما شكون اللي كان يعرف يطيب ماكلات تونسيه تسترجعوا بها الحنين؟ والله انا واحد من الناس كنت مازال توا يعني حتى كي عشت مع عمري ما استانست بالماكله نتاع القوره، ديما ناكل ماكله تونسيه. كانت عندنا خالتي السيده في بلفيل الطيب نمشي لها نقول لها خالتي السيده بالله طيب لنا غدويك محمصه، بالله غدا عمل لنا مرقه خضره، بالله عمل دونك طيب لنا كل شيء. وعندي خويا كان يطيب زاده، وانا كنت انا كنزها شويه مقرونه شويه روز حاجات كيما هكا. وكان عندنا ريستورون فيه وحده تونسيه صفه تخدم غاديكا وتعمل البايله، دونك كل سبت نمشي ونعملوا صحفه بايله، كنت تعمل بايله تعملها صحفه كبيره تعمل لنا البايله نتشاركوا فيها الناس الكل وناكلوا البايله غادي ونعيشوا هيك. شنو في معناها في عودتك معناها كنت معناها تستنى وقتاش يجي النهار هذاك من غدوه باش تروح لتونس، يعني كنت تفكر ان يعني اخر نهار باش تقرر انك تعود معناها ترجع لتونس ديفينيتيفمون؟ والله هو كلي حذرت روحي انا قبل بمده قبل بمده ورجلت اموري وخذيت كهرباء ورجلت وشريت وقضيت القضيات كلها اللي لدارنا لي انا لحوايجي كل شيء قضيت كل شيء يعني حذرت روحي. ومن بعد هبطت الجنوفة من جنوفة روحت انا روحت من جنوفة. وقتها مشيت معناها لعائلتك؟ اي عائلتي هنا في وين تسكن معناها؟ في تونس هنا في مونفلوري نسكن انا مونفلوري، تويك انا نقلت وليت نسكن في الزهرة دار، اما دار بابا وامي في مونفلوري السيدة يعني نقولوا قبل السيدة، دونك نسكن غاديك. وهنا استقريت معناها في تونس و تو استقريت صحيح كلام. كي رجعت معناها حسيت فما تغيير معناها على قبل يعني المدة اللي عشتها بعد 16 سنة شنو تبدل حسيت؟ والله وقتها صارت مو وقتها كان بورقيبة أنا خليتها بورقيبة ومشيت بعد كي رجعت نلقى بن علي لهنا بعد بن علي قعدت هنا بن علي تنحى بن علي جات النهضة ما نكذبش عليك هاك اللي العشرة سنين السوداء كما يقولوا هاك اللي العشرية السوداء توا اكلي ان شاء الله ان شاء الله رئيسنا هذايا اكلي والله العظيم اكلي لا هو سارق لا هو يعني يده نظيفه واكلي دونك اكلي ان شاء الله تونس من احسن الاحسن.